بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، بفضل الله ومنه تقدم معنا قصة أبو البشر آدم عليه الصلاة والسلام في الدرس الماضي، وذكرنا أن هذا النبي عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن يذكر إلا بخير، أثنى الله سبحانه وتعالى عليه وتاب عليه واجتباه. ويقول بعض العلماء، ذكرنا في الدرس الماضي أن بعض العلماء يقول لو لم يذكر لنا في القرآن ما حصل من آدم لما استطعنا عليه الصلاة والسلام ما استطعنا أن نتكلم بأي كلمة فيه عليه الصلاة والسلام. لا نذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إلا بالثناء الجميل. أناس اختصهم الله سبحانه وتعالى بحمل هذه الرسالة، والطعن فيهم طعن في الله سبحانه وتعالى. فهذا الذي تقدم من قصة آدم عليه السلام. ثم بعد هذا نأتي إلى قصة أول رسول من الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، وهو نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، اسمه الاسم اسمه نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، نوح عليه الصلاة والسلام ذكر في القرآن في 43 موضع في 21 سورة، لكن آخر موضع جاء فيه ذكر نوح عليه الصلاة والسلام في سورة نوح التي قرأها الإمام جزاه الله خيرا، هذا آخر موضع ذكر فيه نوح عليه الصلاة والسلام. هذه السورة هي السورة الوحيدة في القرآن التي لم يذكر فيها إلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام، لطول دعوته عليه الصلاة والسلام. وبعض علماء التفسير يقول هذه السورة، سورة نوح عليه الصلاة والسلام، هي كالتقرير من نوح عليه الصلاة والسلام، يعني كأن نوح عليه الصلاة والسلام يتكلم فيها عما حدث مع قومه. قال فيها أنه يعني استخدم معهم طرق الدعوة، سرا المناصحة، سرا والمناصحة جهرا، ثم جمع بين الإسرار والمجاهرة، وهذا طبعا أخذ فترة 1000 سنة، 950 سنة يدعو إلى الله سبحانه وتعالى، صبر. لو تتصور هذا الذي حدث من نوح عليه الصلاة والسلام، العناد والاستكبار من قومه وقوة الدعوة وأساليب الدعوة عند نوح عليه الصلاة والسلام، وصبر على الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، حتى نتعلم لماذا نحب الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، لما قاموا به من الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى والصبر في سبيل الله، ونقتدي بهم في سيرهم إلى الله سبحانه وتعالى، في صبرهم، في دعوتهم، وما إلى ذلك. نعم، زمانه نوح عليه الصلاة والسلام بينه وبين آدم 10 قرون، القرن يعني 10 أجيال. نعم، مبعثه بعث عليه الصلاة والسلام كما بعث الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بعثهم الله سبحانه وتعالى، ولقد بعثنا في كل أمة، في كل طائفة رسولا. ما هذا البعث؟ أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. إذن دين الأنبياء واحد، ودينهم الإسلام. نعم، لقبه لقبه هو أول الرسل والأب الثاني للبشرية. الأب الأول هو آدم عليه السلام، الأب الثاني للبشرية هو نوح عليه السلام، وجعلنا والله سبحانه وتعالى جعل ذرية آدم هم الذين لهم البقاء.
كل من ركب في السفينة مع نوح من المؤمنين بقوا ولم يكون لهم نسل، الذي بقي له نسل هو آدم، هو نوح عليه السلام. نعم. مدة بعثته، مدة بعثته قلنا 950 سنة وهو يدعو إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. زوجته نسأل العافية والسلامة، كانت تقول عن نوح عليه السلام أنه مجنون ولم تركب معه في السفينة، وذكرت يعني ضرب الله مثلا. نعم. في القرآن. أولاده، أولاده قلنا وقال الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان، هناك أشياء لم تذكر لنا في القرآن فلا طائل في أن نبحث عنها ونأتي ونتكلم ونقول كذا وكذا وكذا، فما ذكر لنا في القرآن يعني اسم هذا الإبل لا في القرآن ولا في السنة، وأشياء كثيرة يعني يقول الأمين الشنقيطي رحمه الله التي يذكرها بعض الناس، نوع الخشب الذي صنعت به سفينة نوح عليه السلام، كيف حملت هذه السفينة، كيف قوة هذه السفينة، من ركب، ومن الحيوانات من لم يركب، وكان هناك الفأر والأسد يعني عطس وخرج من أنفه هرة. يا إخواننا، يا إخواننا، هذا دين الله سبحانه وتعالى، لا يمكن أن نلعب. وهؤلاء الذين يعني يتكلموا اليوم هو يريد الشهرة فقط. أنت لا تظن أن زمن الكذابين انتهى، لأن الآن لا يوجد إسناد وحديث كالسابق. اليوم إخواننا الكذب أكثر مما سبق، وكفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. والله بعض الناس عندما تسمع له في بعض وسائل التواصل تظن أنه ركب في سفينة نوح عليه الصلاة والسلام، صحيح والله تظن أنه ركب في السفينة، يصف لك السفينة وكذا وكذا وكذا، ويقول الحيوانات، وبعض الآخر ينكر، يعني ينكر يقول كيف هذه السفينة تنجو، آية فلك مشحون وأمواج كالجبال، لأن هذه آية لنوح عليه الصلاة والسلام. ليس لنا إلا الرضا والتسليم، نقول آمنا وصدقنا وسلمنا، وأن الله سبحانه وتعالى أنجى هذه السفينة ومن كان فيها، وليس لنا علاقة ولا نبحث عن أشياء لم تذكر لنا. نعم. دينه الإسلام، ودين كل الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام هو الإسلام. نعم. مراتب دعوته ثلاثة، قلنا دعا سرا ثم جهرا ثم جمع بين الإسرار والجهر. نعم. من فضائله عليه السلام، نعم، قال تذكر الآيات. طيب. قال الله سبحانه وتعالى: قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. وقال أيضا، يعني هذا فيه أن نوح عليه السلام التزم التزام تام لأمر الله سبحانه وتعالى، مجرد أن الله سبحانه وتعالى ذكر له أن هذا عمل غير صالح وأن هذا الإبن ليس من أهله، مع أنه هو ابن من صلبه، تاب إلى الله سبحانه وتعالى واستغفر ولم ينسى هذه الحادثة، حتى أن يوم القيامة الناس يأتون إلى آدم عليه السلام في حديث الشفاعة الطويل فيعتذر، ثم يأتون إلى نوح لأنه أول رسول، يقول أنت أول رسول، والدليل على أنه أول رسول من السنة حديث الشفاعة، ومن القرآن إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده، هو أول رسول عليه السلام، ومع هذا يتذكر هذه الحادثة. ونحن كم يعني نقع في ذنوب ومعاصي، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، آمين. فلا يمكن أن نتكلم بأدنى كلمة على الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قال تعالى:
ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وصف نوح عليه الصلاة والسلام كما وصف الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالعبودية، لكن هذه عبودية خاصة الخاصة، لأن العبودية ثلاثة أقسام: عبودية عامة هذا تشمل كل مخلوق، إن كل من في السماوات والأرض إلا أتي الرحمن عبدا تحت قهره وتصرفه سبحانه وتعالى. الثاني العبودية الخاصة الذين استجابوا لله والرسول، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، كل الخلق لا، من استجاب لله والرسول. واذكر عبادنا، هذه عبودية خاصة الخاصة، ذكر الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة، بل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام ذكر بالعبودية في أعلى مقامات الرسالة: سبحان الذي أسرى بعبده مقام الإسراء، وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا مقام إنزال القرآن التحدي، فأوحى إلى عبده ما أوحى، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. العبودية هنا هي خاصة الخاصة، لأنهم كملوا جميع أنواع العبادة التي أمرهم الله سبحانه وتعالى بها، ولا طريق إلى عبادة الله إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. وأعلى وصف يوصف به النبي عليه الصلاة والسلام بأنه عبد لا يعبد ورسول لا يكذب عليه الصلاة والسلام. قال في نوح عليه السلام أنه عبدا شكور لله سبحانه وتعالى، فهو يشكر الله سبحانه وتعالى. نعم. ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له. مستجاب الدعوة نوح عليه السلام، قال رب إني مغلوب فانتصر، قال ففتحنا، يعني استجاب الله سبحانه وتعالى لهذا النبي عليه السلام. نعم. قال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب. هذا قلنا من فضائل نوح عليه السلام أنه هو الأب الثاني للبشرية، وأن من ذريته الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. قوة الصبر، قال تعالى قوة الصبر فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما. والله يا أخواننا، يعني عندما يقرأ الإنسان في قصص هؤلاء الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام في القرآن، وما قص الله سبحانه وتعالى عنهم ألف سنة إلا خمسين عاما يدعو إلى الله، ولو تنظر إلى الأذية التي حصلت منهم، حتى ابن نوح، حتى زوجته، أقرب الناس إليه الذين كان لديهم سلطة وأموال، وكان يوصي عندما يأتي الواحد منهم يموت يوصي بماذا؟ بعصيان نوح عليه الصلاة والسلام. نعم. ومع هذا صبر، نصره الله، قال تعالى ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. نعم، نصره الله سبحانه وتعالى. نعم. أمنه الله، قال تعالى سلام على نوح في العالمين. أمنه الله، فلا يذكر نوح عليه السلام إلا بخير. نعم. محسن، قال تعالى إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، عبادة رغبة وحب وشوق فيما عند الله، وهذه عبادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. أقوى دافع يدفع الإنسان للعبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله سبحانه وتعالى، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى تتفطر قدماه ويقول أفلا أكون عبدا شكورا. أقوى دافع يدفع الإنسان للعبادة الرغبة والحب والشوق فيما عند الله، فهذه أعلى مرتبة. فإن لم تستطع الوصول إلى هذه المرتبة لم يكن تخرج عن المرتبة الثانية، إن لم تكن ترى فإنه يراك عبادة خوف وهرب، وتسمى عبادة المراقبة. نعم. فهو محسن. نعم. قوي في أمر الله، قال تعالى أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نعم،
قوي في أمر الله سبحانه وتعالى، قدر الله سبحانه وتعالى أنه لا أحد يستجيب لنوح عليه الصلاة والسلام إلا قال فما آمن معه إلا قليل، ومع هذا بقي على الدعوة. وهذا فيه الرد على أصحاب الدورات عندنا بعضهم اليوم، دورات يسموها التطوير الذاتي والنجاح وكذا. قال عليه الصلاة والسلام إنه يأتي يوم القيامة النبي وليس معه أحد، نبي مؤيد من الله سبحانه وتعالى وليس معه أحد، وهذا لا شك، والله لا نشك في نجاحه. بل نوح عليه السلام يوم القيامة يسأل الله سبحانه وتعالى هل بلغت؟ يقول نعم. فيسأل رب العالمين قوم نوح عليه السلام أنه بلغ فينكروا، فيقول الله سبحانه وتعالى لنوح من يشهد لك؟ من الذي يشهد؟ يشهد الذين عرفوا نوح عليه السلام. إخواننا لابد نتعلم قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، كيف تشهد على شيء لا تعرفه؟ قال ترى الشمس؟ قال نعم. قال على مثلها فاشهد، على مثلها فاشهد، والله لا نشك طرفة عين في أن نوح عليه الصلاة والسلام بل جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام أدوا الأمانة ونصحوا الأمة وبلغوا وجاهدوا في الله حق جهاده، فيشهد نبينا عليه الصلاة والسلام وأمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين استجابوا للنبي عليه الصلاة والسلام يشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام. أسأل الله يجعلنا وياكم منهم. نعم. ذكره في القرآن. ذكره في القرآن، قلنا ذكر في القرآن في 43 موضع في 21 سورة، لكن آخر موضع في سورة نوح عليه السلام. هذه السورة نعم ذكر في القرآن بعض السور بأسماء بعض الأنبياء كإبراهيم وهود ونبينا محمد عليه الصلاة والسلام ونوح عليه الصلاة والسلام، لكن هذه السورة آخر موضع ذكر فيه نوح عليه السلام وذكرت فيه القصة، وهذا تقرير كامل عن القصة، ولم يذكر في هذه السورة إلا قصة نوح عليه الصلاة والسلام. نعم، هذا لم يأتي في القرآن بهذا السياق إلا في قصة نوح عليه السلام. نعم. ذكره في السنة. ذكره في السنة، قلنا ذكر في السنة في أحاديث، منها هذا الذي ذكرناه أن أمة النبي صلى الله عليه وسلم مع نبيها عليه الصلاة والسلام يشهدون لنوح عليه الصلاة والسلام. نعم. آيته السفينة. آية نوح عليه السلام، وقلنا أن الله سبحانه وتعالى أيد الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام بآيات، وصدقهم الله سبحانه وتعالى. ومن الآيات عند نوح عليه السلام السفينة، ولهذا لا نخوض ولا نتكلم ولا تقول كيف، كيف ليس لك علاقة، ليس لك إلا الرضا والتسليم، تقول نعم نجى الله سبحانه وتعالى هذه السفينة ومن كان فيها لأنها آية. كيف ركبت الحيوانات؟ كم طابق كان؟ إيش نوع الخشب؟ إيش نوع؟ مو علاقتك أنت، الله سبحانه وتعالى لم يذكر لك هذا، ولا تقف ما ليس لك به علم. يقول طيب ورد عن بني إسرائيل، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. يا أخي ليس كل شيء تحدث به. يقول الأخبار التي ترد عن بني إسرائيل تقسم إلى ثلاثة أقسام، وهذا الأصل يعني كنا تكلمنا فيه في أول درس. ما جاء في شرعنا أنه صدق فهذا نصدقه، لكن لا نذكر إلا ما ذكر في شرعنا، كأن نقول أن عيسى عليه السلام أنزل عليه الإنجيل، تمام. طيب الثاني ما ذكر في شرعنا أنه يعني كذب فيما ينقل هؤلاء أنهم مثلا قتلوا عيسى عليه السلام، نقول والله هذا لابد من تكذيبه، ما لم يرد في شرع لا تصديق ولا تكذيب ولا نتوقف فيه. لكن يقول بعض علماء التفسير أئمة من أئمة المفسرين، يقول هناك أشياء أصلا لا ينبغي أن تذكر،
يعني أشياء ممكن تكون يعني ضحك. وكيف يا أخواننا وعمر رضي الله عنه وجد النبي صلى الله عليه وسلم في يده صحيفة، قال ما هذه؟ قال هذه صحيفة من التوراة. هذا عمر المؤيد، ويقول له النبي صلى الله عليه وسلم: أمتهوكون؟ يعني أشاكون؟ أمترددون؟ لو كان موسى بن عمران حيا لما وسع لن يتبعني. إذن عندنا كتاب والسنة، لا تجد أحد من هؤلاء يرجع إلينا، يعني قبل أن يدخل في الإسلام، بعد أن يدخل في الإسلام يرجع، لكن لا تجد، لكن تجد من المسلمين الآن من يرجع إلى الإسرائيليات وكذا، والله المستعان. نعم. قال تعالى: واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. الله سبحانه وتعالى أمر نوح عليه السلام بصنع هذه السفينة. من آيات النبوة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم هذه السفينة. كيف؟ أهل مكة ما يركبوا البحر، عندهم رحلة الشتاء إلى اليمن والصيف إلى الشام، صح؟ ما يعرف صنع السفن ولا يعرف شيء. حدثهم النبي صلى الله عليه وسلم بقصة نوح، وأن السفينة وحملناه على ذات ألواح ودسر، وحملناه، الآية لم تكن وحملناه على سفينة، لماذا؟ قال لأسباب، منها والله أعلم أن الله سبحانه وتعالى أراد أن يثبت رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه آية أن يذكر لهم لكفار مكة إيش السفينة كيف تصنع، هذه آية للنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني، أراد الله سبحانه وتعالى أن يعلم الناس كيف تصنع السفن، أخشاب ومسامير تربط بها الأخشاب، وحملناه على ذات أرواح ودسر. الثالث، أراد الله سبحانه وتعالى أن يبين أنها سفينة خشب ومسامير، وتنجو في هذه الأمواج التي كالجبال. نعم، من أنجاها؟ الله سبحانه، أي آية. الرابع والله أعلم، مناسبة نهاية الآيات، وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. نعم، والله أعلم. ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. نعم، وقلنا ما حدث من نوح عليه السلام أنه كان السؤال عن ابنه للاستعلام لا للاستنكار، ولهذا عندما الله سبحانه وتعالى ذكر له أنه ليس من أهله تاب وأناب إلى الله سبحانه وتعالى، وقلنا لم ينسى هذا الموقف حتى في يوم القيامة. نعم. ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. الله المستعان. نوح عليه السلام في مرض موته أوصى، وهذه عادة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الوصية عند الموت، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، مر معنا أن آدم عليه السلام أوصى، ونوح أوصى لابنه، ويعقوب عليه السلام أوصى، وهكذا سيأتي معنا أن هذا هدي الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، الوصية. فأوصى لابنه، أوصاه بتوحيد الله سبحانه وتعالى وترك الشرك والتكبر، لأنه أكثر ما لقي من قومه هذا التكبر والعناد. نعم. قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم. نعم. حتى إذا جاء أمرنا وفارت النور قل نحمل فيها
قل نحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا قليل. الله سبحانه وتعالى جعل علامة لنوح عليه السلام في ركوب السفينة فار التنور المكان الذي يوقد فيه النار على قول أن هذا الوقت هو الذي يعني يغرق الله سبحانه وتعالى كل من على الأرض إلا من كان مع نوح عليه السلام. نعم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم. الله أكبر، هذه آية لا يمكن لنا إلا الرضا والتسليم. قال بسم الله في ابتداء الأمور، وأن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينجي هذه السفينة ولا يمكن لأحد أن يتكلم نعم بشيء. نعم. وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. هذه القصة الآن التي وردت في خطاب نوح عليه السلام مع ابنه وناداه وقالوا يعني قال بعض العلماء النداء طبعا النداء يكون للبعيد ليس للقريب، المناجاة تكون للقريب والنداء للبعيد، فيناديه لأنه بعيد في الموضع وبعيد بعد الكافر عن المسلم، لأن الأصل أن لا تتراءى نارهما ولا يمكن أن المسلم يقترب من الكافر، هو بعيد عنه. ويقول أنه في الآية قال يا بني، صغره يعني تحقيرا له، ولكن يعني ذكر له يعني هذا من باب الحكمة في الدعوة، يا بني اركب معنا ولا تكن من الكافرين أو مع الكافرين. ها الآية إيش مع، كان الأصل أن يقول له من الكافرين، لكن هو هذا من الحكمة في الدعوة، قال لو أتى لا يكون، لأنه لو قال له أنت من الكافرين ممكن يزداد عناد ولا يأتي، فهو رغب الآن بهذه الأشياء. لكن نسأل العافية والسلامة حتى تعلم أن الهداية بيد الله سبحانه وتعالى، لكن لا يمكن أن نتوقف عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، إذا اهتديتم يعني إذا أمرتم بالمعروف ونهيتم عن المنكر على مقتضى الشريعة. لا ليس معنى هذا أن تترك الناس ولا تأمر بالمعروف ولا تنهى عن المنكر، لا. نعم. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء. إذن نسأل العافية والسلامة اختار مفارقة نوح عليه السلام. نعم. قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. يقول بعض علماء التفسير أن هذه الآية واضحة ظاهرة الدلالة أن كل من لم يركب مع نوح غرق، وأن الطوفان عم كل الأرض، ومن يدعي خلاف هذا يلزم الدليل. من يدعي أن بعض الحيوانات لم تركب أو يدعي كذا أو يدعي خشب السفينة أو يدعي ما إلى ذلك، هذا هو طالب بالدليل، وما الفائدة من هذا؟ إذن نقف على ما ورد في الكتاب والسنة. نعم. وهذا نسأل العافية والسلامة اليوم الشهرة ويعني زيادة المتابعين وزيادة المشاهدات، كما حدث أن أحدهم عندما جاء
إلى مكة في الحج، أراد أن يعرف، فماذا صنع؟ أكرمكم الله، بال في زمزم حتى يعرف. بعض الناس يدخل إلى التاريخ من بابه، وبعضهم لا يريد يدخل، ما يستطيع يدخل من الباب فيدخل من غيره. نعم، قال: وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. كثير من علماء التفسير وقفوا عند هذه الآية وقالوا يعني القرآن كل ما في القرآن يعني فيه آية ومعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم، وتحدى الله سبحانه وتعالى أهل الفصاحة والبلاغة والبيان أن يأتوا بآية ما استطاعوا. لكن بعض العلماء يقول هذه الآية يعني فيها أمر وفيها نهي وفيها بشارة وفيها وعيد وفيها كذا وفيها كذا، يعني لا نستطيع أن يعني نتكلم بتفسير هذه الآية، فإن شاء الله يعني سيكون لنا موضع آخر نستطيع نتكلم، أو ترجعوا إلى تفسير هذه الآية، خاصة التفاسير التي سارت على طريقة السلف. نعم، قال: ونادى نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. سأل سؤال استفهام استعلام لا استنكار، سأل هذا ابني وهو من أهلي. نعم، قال يا نوح إنه ليس من أهلك. نعم، لأن النسب لا ينفع، ولهذا كان أبو لهب وأبو جهل لم تنفعهم القرابة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن يخرجوا من النار، لكن أبو طالب خفف عنه العذاب ولم يخرج من النار. نعم، إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. أريد تحفظ لنا هذا الموضع، هنا عندما سأل سؤال لا ينبغي الله سبحانه وتعالى بيّن أن نوح عليه السلام واستغفر وتاب. عندما سيأتي معنا في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، عندما سأل موسى رؤية الله سبحانه وتعالى قال له الله سبحانه وتعالى: لن تراني، يعني الآن في الدنيا، ومن نعيم أكبر نعيم عند أهل الجنة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى، نسأل الله من فضله. فهنا السؤال كان فيه يعني تنبيه على نوح عليه الصلاة والسلام أنه لا ينبغي له هذا السؤال، لكن السؤال موسى عليه السلام هو سؤال صحيح، لكن لا يمكن أن يرى الله في الدنيا، وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى، نسأل الله من فضله. وقال بعض العلماء رحمهم الله: حري بكل من أنكر رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة وفي الجنة على ما شاء الله سبحانه وتعالى ألا يرى الله، يعني هذه عقوبة، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال: إذا حجب أعداؤه رآه أولياؤه، أسأل الله يجعلني وإياكم منهم. نعم، وقال: إنكم سترون ربكم. نعم، قصة نبي الله نوح عليه السلام. القصة أظن لو مشينا في القصة هي هذه القصة وزيادة، لو مشينا إلى متى. سنذكر الآن إخواننا يعني أهم ما ورد في قصة نوح
عليه السلام ونختم بها. نعم، أهم شيء لابد أننا ندرس قصص الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام، ندرس من القرآن والسنة الصحيحة، لا نتجاوز القرآن والحديث، لا نخوض في أشياء لم تذكر لنا، لا نساعد في المشاهدات وهذه الأشياء التي تذكر، نتقي الله سبحانه وتعالى. وكثير من هؤلاء الذين يذكرون اليوم قصة الأسد وقصة كذا، وأنه طاف، وعندما طاف السفينة مر بمصر، نعم، وقال كذا، المهم البعض حتى لا يذكر أنها من الإسرائيليات، لا يذكر. طيب، هو يعني يذكر هذا على أنها من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الكذب عليه. واليوم حدث كما شئت، وأصبح الآن هذه بعض الوسائل منبر من لا منبر له، نسأل الله العافية والسلام. إذن أخواننا، علينا أن نقف عندما وقف عليه السلف الصالح، والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم. أذكر لنا، أنا أريد كل واحد يذكر لي فائدة مستفادة من درس اليوم. نعم، أن هداية التوفيق بيد الله سبحانه وتعالى، لقول الله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذا يعني في قصص الأنبياء والرسل عليه الصلاة والسلام، ومنها هنا الشاهد في قصة نوح عليه السلام في ابنه وفي زوجته، نسأل الله العافية والسلامة. نعم، ها، أعطونا فوائد. ها، لا لا لا، الله، ها يا شيخ، لا يوجد فائدة؟ نعم يا أخي، وانت واقف بالله. نعم، طيب، عندي سؤال. يقول أن دعوة نوح عليه السلام الدعوة إلى التوحيد، بل دعوة الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام. في قصة نوح عليه السلام، في السورة ذكر، قلنا في السورة، سورة نوح هذا آخر موضع، ولا يوجد سورة في القرآن مثل هذه السورة فيها القصة فقط، لكن في آخر القصة ماذا صنع نوح عليه السلام؟ هاي الشيخ دعا، دعم، ماذا قال؟ اقرأ. رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. ما مناسبة الدعاء من نوح عليه السلام في آخر السورة في آخر القصة؟ لماذا يدعو؟ ما السبب؟ ها الشيخ عليه الصلاة والسلام. إخواننا، 1000 سنة تمام، إلا 50 عاما يدعو إلى الله. 1000 سنة إلا 50 عاما يدعو إلى الله، وما قصر وما فرط، ودعا بجميع الأساليب، وذكرهم وحثهم على الاستغفار، وذكرهم بنعم الله سبحانه وتعالى، وأن النعم ستأتيهم، نعم في الدنيا ونعم في الآخرة، وذكرهم وأمرهم بالتفكر في خلقهم وفي مخلوقات الله، صح أو لا؟ أي نعم. وبعد هذا في نهاية المطاف إيش يقول؟ يقول رب اغفر لي، يعني مع هذا هو خائف أنه قصر في الدعوة. فهم الشيخ؟ بعد هذا الثناء من الله سبحانه وتعالى على نوح، سلام على نوح في العالمين، وهذا الثناء، وبعد هذا هو خائف أنه قصر في الدعوة. إذن نحن نسأل الله، أسأل الله يعفو عنا يا رب. الثاني يقول مناسبة الدعاء الذي ذكر الأستاذ، أن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يعني في آخر
الأيام يسل لهم الدعاء. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. قالت نزلت هذه الآية إعلاما للنبي صلى الله عليه وسلم بدونه والأجل. دخل الناس في دين الله أفواجا، قام النبي صلى الله عليه وسلم بما أمر به، بقي عليه ماذا؟ أن يكثر. فكان عليه الصلاة والسلام يكثر ما يقول في ركوع السجود: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. وقرن الله سبحانه وتعالى بين التوحيد والاستغفار، فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لي ولكم، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيراً.